كملين وحنروح لفقرتنا وضمن مساحتنا الصباحية رح نحكي عن أهم الأعشاب خلال فترة الحمل اللي ممكن تسبب آثار سلبية وإيجابية على صحة المرأة الحامل والجنين. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع حيكون معنا استشارية التغذية أريج درويش. صباح الخير يا أريج. صباح النور، كيفك اليوم؟ تمام. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك اريج. يسعد صباحك. يعني دائما هيك بنسمع انه اذا كانت مرأة حامل لا تطعموا بقدونس، ما تحطوا لها قرفه، ما تحطوا لها اعشاب باي مشروب. شو صحه هذا الشيء؟ تاثير الاعشاب على المرأة الحامل هل حقيقه بتاثر؟ اكيد. هلا نحن للاسف انه عندنا المراه الحامل بتكون حقل تجارب لكل اللي حواليها، يعني اي حدا ممكن يعطيها نصيحه نتيجه تجارب سابقه او اي شيء، وهذا الشيء اكيد غلط، لانه بالنهايه في اشياء ومعلومات طبيه عم ينعمل لها ابحاث كثير طويله لحتى تنثبت اذا كانت صحيحه او غير صحيحه. تمام. حتى مو بس للمراه الحامل، ممكن المراه المرضعه كمان، انه هاي العشبه بتدر الحليب، هاي العشبه بتقطع الحليب، فبنسمع نصائح كثير للاسف بتكون اغلب الاوقات من اشخاص ما هم اخصائيين او غير اطباء. فنحن اول شيء لازم نحن ناخذ هاي المعلومات من حدا مختص، طبيب بيعرف تماما شو تاثير كل عشبه وكل شيء عم ناخده على المراه الحامل او حتى على الطفل. مثلا عندنا نحن قاعده او شيء متعارف عليه انه نحن بنشرب يانسون للطفل لحتى يهدى، وهذا الشيء للاسف انه له تاثيرات كثير مضره على الطفل. هاي اول خلقته بيعطوه يانسون كرمال قال ما يروحوا لموضوع الحليب الصناعي. صحيح. ولكن الولد بضل نايم، يعني ما له بالدنيا كلها. بيعطوه لحتى ينام، هذا الشيء حياثر على المراكز العصبيه الموجوده دماغ الطفل، ممكن بعد فترة يعمل له تأخر بالنمو أو مشكلة بالنمو. فنحن كتير ضروري إنه نعرف بالضبط شو صحة هاي المعلومات اللي عم ناخدها لحتى نعرف نحن ما نأذي طفلنا أو حتى ما نأذي حالنا. هلا اللي عم يسمعنا بده يقول إنه نحن من أيام ستي وستة كنا ناخد اليانسون ونعطيه للطفل البيبي صغير. مزبوط. أو ما كان يصير له شيء، يعني شو اللي تغير اليوم حتى المفاهيم حتى تغيرت بهي القصة؟ هلا الدراسات يعني اللي عم بتصير بتثبت هذا الموضوع كله، اليانسون مضر جدا للطفل. يعني نحن ممكن دائما نحن مركز على الإرضاع الطبيعي بشكل صح، حتى المي لازم نعطيها بعمر معين. اليانسون سيء جدا للطفل وخاصة تحت عمر الست شهور، فهي أول معلومة شائعة للأطفال. حتى نحن المرأة المرضع إذا ما كانت عم تعطيها بشكل مباشر للطفل، إذا عم تشرب كميات كبيرة من اليانسون فهذا الشيء عم ينتقل بالحليب للطفلة. فكمان المرأة المرضع لازم كتير تهتم وتعرف شو تأخذ بشكل صحيح والكميات اللي لازم تأخذها. نعم أريج، طب خلينا نحكي شو هي الأعشاب المضرة للمرأة الحامل، هيك نفصلهم بالتفصيل حتى إذا في هيك خطأ شائع الناس هيك تدير بالها. اكيد. هلا اول شيء بالنسبه للمراه الحامل، المشروب اللي كثير مشهور او كثير بنشرب عنا هو الشاي الاحمر. هلا الشاي الاحمر اذا تاخذ بكميه، نحن عندنا الحد الادنى او الحد المعتدل من الكافيين هو 300 ملي جرام من الكافيين. هذا يقارب 3 فناجين. طبعا لما عم نقول كافيين هي شاي وقهوه واي مشروبات ثانيه بتحتوي الكافيين. فنحن لازم عند المراه الحامل دائما تاخذ الحد الادنى، يعني ما تتجاوز الكاسه من الكافيين خلال النهار، لانه الكافيين ممكن يخترق المشيمه ويوصل للطفل، وهذا الشيء حياثر على نمو الطفل بشكل كثير سيء، بالاضافه لانه الشاي بيسحب او الكافيين بخفف من كميه الحديد الموجوده عند المراه الحامل. فنحن الحديد او عفوا الشاي لازم نحن ناخذها معدل كوب واحد مو اكثر، وطبعا الشاي الاخضر بيحتوي على كميات كافيين اقل من الشاي الاحمر، فبنفضله اكثر بفترات الحمل. هذا اكثر المشروبات اللي نحن بناخذها. الشيء الثاني اللي هو اكليل الجبل، كمان نحن ممكن نحن ناخذه لحاله، ممكن اوقات بنضيفه لمشروبات ثانيه او حتى بنضيفه بالاكل. هلا نحن لما بنضيفه ليعطي نكهه للاكل ما حيأثر بشكل كبير، بس اكليل الجبل والزعتر البري كمان الاثنين كثير بياثروا على نمو الطفل وبيزيدوا الالام عند المراه الحامل، فكمان لازم المراه الحامل تبتعد عنهم بشكل كثير تمام، لانه حيعمل ممكن ولاده مبكره او ممكن يسبب الاجهاض. بيعمل انقباضات. بيعمل انقباضات تماما. الميرامية اللي هي مشروب جدا طيب وجدا محبب عند الاشخاص، بس نحن هون لازم ننتبه للطريقه يلي بناخذ فيها الميرامية. نحن ما لازم نغلي الميرميه، اغلبنا بيحط المي بتغلي وبيحطها معها تغلي، فنحن لما عم نغلي الميرميه عم نحول هي الزيوت الموجوده بشكل مفيد فيها لزيوت ضاره، وهي الزيوت الضاره ممكن تعمل ارتفاع كوليسترول واتش دي ال عند المراه الحامل. فنحن الطريقه الصحيحه لحتى ناخذ الميرميه انه نحن بننقعها بالمي الدافيه، يعني بنغلي المي لحالها لحتى تغلي، بنحط الميرميه فيها، بننطر تقريبا لمده 10 دقائق وممكن بعدها نستهلك الميرميه، بس ابدا ما لازم تنغلى، واغلب الاعشاب كمان ما لازم تنغلى. هي انا بدي اسالك انه هاي الطريقه تعميم لكل المشروبات او بس الميرميه؟ لا، لكل الاعشاب ما عدا يلي بنسميه نحن الاعشاب الجذريه او الجذور، يعني مثل الكركم مثلا يلي بيجي على شكل جزر او الزنجبيل، هدول ممكن نقدر نغليهم بدون ما تتاثر هي الزيوت، بس كل انواع الاعشاب الثانيه لا، نحن ما لازم نغليها، بناخذها عن طريق النقع، يعني بننقعها بمي دافيه وبعدين بنستهلكها.
تمام. وصحيحه هي يمكن الاشياء اللي بتقولي انه البقدونس كمان بيعمل اجهاض بعض الاعشاب بعض الماكولات حتى ممنوع عنا الحامل؟ تماما، بنحاول قد ما فينا نخفف من اي شيء ما انه معروف تاثيره بشكل مثبت تماما انه هو ما حياثر على المراه الحامل. طب حكينا عن الاعشاب اللي عم تكون ايجابيه بالنسبه لصحه المراه الحامل، خلينا نحكي بشيء سلبي ونركز كثير. الكركديه اخذ ضجه بالاونه الاخيره يعني، وهو تأثيره كتير سلبي على الطفل وممكن يوهم الجسم بوجود الحمل أصلا. صح، الكركديه صح متعارف عليه كثير هلا بالاونه الاخيره انه عم يتاخذ. هلا الكركديه ما لازم يتاخذ بكميات كبيره كمان لانه حيأثر على المراه الحامل وحيأثر حتى على الطفل بشكل كثير كبير. هلا في عندنا مشروبات المراه الحامل فيها تاخذهم بامان تام وحيكونوا مفيدين جدا لها وحتى حيخففوا من الام الولاده. اول شيء عندنا البابونج. البابونج الفكره المهمه فيه انه هو بيحتوي على كميات عاليه من الكالسيوم، والمراه الحامل بحاجه جدا للكالسيوم بفتره الحمل، يعني هي فتره حرجه جدا لازم تاخذ فيها كل المعادن كل الفيتامينات اللي هي بحاجتها. فالبابونج كتير ضروري وكتير مهم وبيعمل على التهدئة بشكل كتير حلو عند المرأة الحامل وحتى عند الطفل. في عنا العشبة الثانية عفوا الميرامية قلنا بدنا ناخدها نحنا هي مفيدة، ولكن مثل ما قلنا بالطريقة الصحيحة اللي نحنا لازم ناخدها فيها. الزنجبيل، الزنجبيل في كتير أبحاث وكتير حكي انه هو تأثيره على الضغط انه هو بيرفع الضغط. المعلومة الصحيحة هي انه الزنجبيل لا، الزنجبيل هو بينزل الضغط او بيعمل على خفض ضغط الدم. المرأة الحامل اكيد معرضة ليكون في عندها ارتفاع ضغط دم لانه حيزيد حجم الدم عندها خلال فترة الحمل، فكتير ضروري انه هي تستهلك الزنجبيل وشيء صحيح وآمن 100%. بس الحوامل اللي بيكونوا عم بيعانوا من انخفاض ضغط لازم ما ياخذوا الزنجبيل. بسبب وجع راس الزنجبيل؟ لا ابدا، بسبب بالعكس لما بيكون في عنا نحن ارتفاع ضغط وعنا وجع راس لما ناخذ الزنجبيل فهو بيعمل على مهدئ بنسبه كثير عاليه وبيخفف من الام الولاده كثير. بس المراه يلي عندها انخفاض بالضغط لازم تبعد عن الزنجبيل. هلا اليوم قريش حكيت معلومه غلطت كل الشائعات انه ضغط الزنجبيل بيرفع الضغط وبيسبب وجع راس يعني، فكل العالم تعرف هاي المعلومه. اليوم حكينا شيء عكسي، وهي كمان حتى صار في لها كثير ابحاث بين يعني نحن يعني كاطباء كالفريق الطبي كثير صار في مناقشات حوله، بس الدراسات الاخيره هي انه الزنجبيل لا، الزنجبيل بيعمل على خفض ضغط الدم وعلى رفع ضغط الدم. ونسينا نحكي عن القرفه اللي هي الكل بيسال عنها. صح، قريش وخاصه للمراه الحامل. مزبوط، في كثير ناس بيحبوا يشربوا شاي بقرفه مثلا ممنوع للمراه الحامل بيقولوا، هل صحيح انه كمان القرفه بتاثر؟ لا ما بتاثر، بس نحن دائما بدنا نحاول ناخذ كل الاعشاب بعد الثلاث شهور من الحمل. تمام. يعني خلال اول ثلاث شهور من الحمل اللي هي اكثر فتره حرجه بالحمل بنحاول قد ما فينا نبعد عن كل المشروبات اللي نحن عم نضيفها لتعطي نكهه او لحتى نحن نستفيد منها بشيء ثاني. هلا القرفه لها دور كثير كبير بانه تضبط السكر بالدم. فكمان عند النساء الحوامل يلي بيعانوا من ارتفاع سكر او مشاكل بالسكر كثير ضروري انه يدخلوا القرفه، حتى مو بس عند الحوامل، حتى الاشخاص اللي في عندهم سكر كثير ضروري انه تكون القرفه موجوده. بتحسن من عمل الانسولين بالجسم بشكل كثير كبير وبتضبط مستويات السكر بالشكل الطبيعي. بس مثل ما قلنا دائما نحن اي شيء ما هو معروف تاثيره 100% اول 3 شهور بعد قد ما بنقدر عن هي المشروبات. تمام. حتى النعناع في هيك شائعات بتقول انه ممكن تسبب انقباضات بالرحم وتودي لولاده مبكره عند المراه الحامل اذا اخذناه بشكل كثير كبير. كميات كبيره. تماما، نحن دائما بنركز على الكميات. هلا الكافيين انه تاثيره جدا مزعج عند الطفل لانه جسم الطفل ما بيقدر يتعامل معه بطريقه صحيحه، بس بنفس الوقت نحن لما بنكون عم ناخذه بكميه قليله ما عم ناخذ الحد الاعلى من الكافيين فنحن اكيد ما راح ناثر على طفلنا بشكل سيء، يعني مثله مثل اي شيء بنتعامل معه بالحياه. حتى لو كانت مفيده الماده الغذائيه اللي عم ناخذها، في حال اخذناها زياده عن اللزوم فاكيد حتقلب لمضار. فنحن دائما نلتزم بالحدود الدنيا عند المراه الحامل من اي ماده غذائيه لحتى نضل حامين صحه الحامل وصحه الطفل. نعم، يعني أريجا نحن بنعرف انه المراه الحامل دائما بيكون في عندها فيتامينات بتاخذهم خلال مرحله الحمل. كمان هون هل بتتعارض انه الفيتامينات مع بعض الاعشاب؟ في طرق خاطئه احيانا ممكن لا تستفيد من الفيتامين وممكن تاثر سلبا. تمام. فحكي لنا عن ابرز كمان هي الاخطاء الشائعه حتى الناس تعرفها. تمام، هلا هي الشيء كثير ضروري ولازم نحن نعمل حلقه مخصصه لتعارض. تمام. الادويه مع الاغذيه لانه صحيح. فعلا في تاثير جدا واضح ومعروف انه في كثير ادويه، في حال انت عم تاخذ نوع من الادويه واكلت هذا الغذاء فانت عم توقف عمل هذا الدواء نهائيا. فكمان هذا الشيء كثير ضروري حتى بالفيتامينات، الفيتامينات في اوقات معينه لازم تتاخذ فيها، نحن في عندنا 4 فيتامينات او اهم فيتامين عند المراه الحامل اللي هو
فيتامين دال اللي نحن عموما في عنا نقص فيه باجسامنا. فنحن الفيتامين دال لما بدها تاخذه المراه الحامل المفروض تكون اكله وبعدين تاخذه. في كثير اشخاص بياخذوه الصبح على الريق اول ما بيفيقوا، هذا الشيء ما هو صحيح نهائيا. نحن عم ناخذه بس ما عم نمتصه ابدا، لازم يكون لانه من الفيتامينات المنحله بالدهون، فنحن لازم يكون في عنا اكل بجسمنا وكميه دهن لحتى نقدر نمتصه بشكل صحيح. ومثله مثل فيتامين اي ودي واي وكي، هو الاربع فيتامينات لازم نكون اكلين بعدين ناخذهم. في كتير نساء حوامل بياخذوا انواع فيتامينات متعدده، يعني بيفكروا كل ما كثر وكل ما كان هذا الشيء احسن، هذا الشيء ما هو صحيح نهائيا. نحن لازم نلتزم بكميات معينه، ولما بيكون في عندنا تغذيه صحيحه بنحاول ما ناخذها عن طريق المكملات. يعني لما تكون تغذيه المراه الحامل عم تهتم باكلها بشكل صح، عم تاخذ كل انواع الفيتامينات عن طريق الاكل، فنحن ما في داعي انه نحن ناخذ مكملات لسه زياده، لانه في عندنا تاثير سميه بيصير لما ناخذ نحن فيتامينات اكثر من ما بحاجه جسمنا. الفيتامين سي كمان كثير بتاخذ لحتى انه يكون في عندها طاقه او يزيد النشاط بما انه بتعاني اوقات من الخمول. الفيتامين سي نحن اغلبه المتوافر عندنا هو بيكون قرص الفوار. قرص الفوار فيه ضعف كميه الفيتامين سي اللي نحن بنحتاجها. فنحن لما بدنا ناخذه المفروض ناخذه اما نص القرص، ما ناخذ القرص كامل، او بناخذه مو بشكل يومي، يعني ممكن ناخذه 3 مرات باليوم مثلا. طيب الفيتامين سي للحامل وغير الحامل نفس الطريقه؟ نفس الطريقه، لانه هو القرص بيحتوي على كميه مضاعفه، نحن ما لنا بحاجته كلها. يعني احنا لما عم ناخذ هي الكميه المضاعفة لا جسمنا عم يتعامل معها بطريقة صحيحة، بالعكس نحن عم نحمل الكلية والكبد عنا أعباء زيادة عن اللي هو بيتحمل. إلا بحالات المرض يمكن حتى ممكن. تماما، يعني نحن بنحاول دائما ناخذها من شيء طبيعي. في حال يوم ما كنا قدرانين ناخذ مثلا نحن حبة فليفلة وحدة بتعطينا كميتنا من الفيتامين سي، يعني هي شيء بسيط بيعطينا كمية الفيتامين اللي نحن بحاجته. نص كاسة برتقان بتعطينا الحاجة من الفيتامين سي. فنحن دائما نحاول ناخذها من هاي الأمور. في حال ما كانت متوافرة بنقدر نلجأ للفوار أو للحبوب، ولكن بدنا نعرف ناخذها بالكمية الصحيحة وبالطريقة الصحيحة. تمام. إذا حبينا هيك نقول اليوم للمرأة الحامل إنه أنت ممنوع هدول الأعشاب أبداً تاخذيهم فترة الحمل بالمسميات، خلينا نسمي أول شيء الشاي، الشاي الأحمر. نحاول أنه دائماً نبعد عنه قد ما بنقدر خلال تقريب أول 3 شهور من الحمل، نبعد عنه بشكل كتير بعيد قد ما بنقدر. الشيء الثاني إكليل الجبل، الروزماري كمان هذا نحاول نبعد عنه، حتى بتنكيه الأكل نحاول أول 3 شهور نبعد عنه. الزعتر البري كمان نحن بدنا نحاول نخفف منه بشكل كتير كبير. وفي عندنا كمان أعشاب بتخترق المشيمة وبتوصل للجنين وبتعمل تكسر بجدار الرحم. تكسر بجدار الرحم معناته إجهاض، أو يعني حنخسر نحن الجنين، فكمان نحاول نبعد عنه بشكل كتير أساسي. عم نشوف زينب هلا خلال فترة الكورونا يعني مشكلة دائما المرأة الحامل عندها فوبيا من الأدوية، إن كان دواء الالتهاب، إن كان الأدوية اللي ممكن تاخذها إذا كان عندها زكام أو غريب. اليوم المرأة الحامل بوجود كورونا عم تلجأ للأعشاب، يعني فشو ممكن تاخذ بفترة إذا كان عندها رشح، عندها غريب، عندها سالي على صدرها، يعني شو أهم شيء ممكن تروح له وتبتعد عن الأدوية الالتهاب وهالقصص؟ تمام. هلا البابونج هو مهدئ جدا، حتى احنا دائما للسعله للمشاكل الصدريه البابونج مهدئ بشكل كتير كبير، وحتى ممكن كمان يعمل على يساعدنا على النوم لفترات اطول او النوم الهادئ. فالبابونج لازم يكون متوافر بشكل مهم عند المراه الحامل. في عندنا اوراق التوت البري الاحمر، هي ما كتير متوافره، ولكن في حال كانت متوافره هلا صارت متوافره بالصيدليات على شكل ظروف عم بتكون مفيده جدا للدوره الدمويه، بتخلي الدوره الدمويه صحيحه عند المراه الحامل وبتخفف من الالام اثناء الولاده. فكمان المرأة الحامل بآخر 3 شهور تحاول أنه يكون متوافر بشكل يومي تقريبا هذا النوع من الأعشاب اللي هي أوراق توت الأحمر. كمان في عنا اليانسون اللي بدنا نبعد عنه شوي. الميرمية نحاول ناخذها، إلى فوائد جدا ممتازة، ولكن مثل ما قلنا بالطريقة الصحيحة. نعم. فهي أوراق التوت البري والبابونج هن من أهم الأعشاب اللي ممكن تاخذها المرأة الحامل خلال فترة الحمل. نعم. يعني نصائح أخيرة وسريعة لكل اللي عم بيشوفونا، حتى فعلا أنه ما كتير مثل ما بيقولوا يجربوا بالأعشاب، أنه أكتر يصير في اختلاطات بالأعشاب، فشو بتحب تقولي لهم؟ أول وأهم نصيحة أنه نبعد عن كل وسائل الجوجل والسوشيال ميديا يلي ما نو مضمونة أو ما نو معروف مين يلي عم يحكيها، لحتى نحن يعني نحن مو بس عم نأذي حالنا، حتى عم نأذي الجنين بهي الحالة. فنحن دائما لما بدنا ناخذ معلومة ناخذها من الطبيب المشرف على حالتنا. نعم. لأنه كل حالة هي حالة منفصلة تماما عن الحالة الأخرى، وبناسبة شيء وما بناسبة شيء ثاني. هي أول شغلة. الشغلة الثانية أنه دائما نحن بالأعشاب مثل ما قلنا أول 3 شهور من الحمل نحاول ما نجرب شيء جديد، يعني دائما الشيء المتعودين عليه
تمام، اي شيء بيقول لنا الطبيب بعده عنه لازم نحن نبعد عنه على القليله اول 3 شهور، بعدين ممكن نبلش ندخل هاي الاعشاب ولكن بالطريقه والكميه المناسبه. هلا دائما اول 3 اشهر هي مهم، اهم شيء بحياه صح. المراه الحامل ان كان بالمشروبات والتغذيه واي وحتى الروتين اليومي، الحركه بالضبط. الاكل اي شيء ده. بدي اتشكرك اريج درويش كثير، نورتي صباحنا بهالمعلومات الحلوه. ودائما في عندنا مشكله انه المراه عم يكون عندها حمل مو للمره الاولى الثانيه او الثالثه وعم ترجع توقع بنفس الاغلاط. مزبوط. فهيك اليوم ان شاء الله نكون قدرنا نوصل المعلومات المهمه لإلهم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك اريج، وان شاء الله نهارك يكون حلو. مرسي. شكرا لك.